بومبو جاي النهارده عنده سناب. اوعى تصدق يا ابني اللي هناك ده كذاب. بومبو 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 بومبو. واصلا في حاجه جديده نزلت هنا. نزلت نزلت. روحوا اتفرجوا عليها. ايه نزلت يا جدعان؟ نزلت والله. هو بيقول نزلت. هسيب لك اللينك في الديسكريبشن في اول صفحه، هحطه لك في الكوب وتاج وهثبت وهتجيل وهتتفرج وهتحط قلب وهستناك عشان الحاجه الجديده اللي هناك. عشان الحاجه الجديده اللي هناك اسمها سبوت لايت. احنا هنا قاعدين ساكتين وهنلعب لعبه كابتن ماجد. جاهزين؟ يلا بينا. احنا ما قلناش حاجه، بس زي ما قلت لك اللي وصل هناك هو اللي عارف كل حاجه. يلا يا شقيق، خش على كابتن ماجد، قصه حياه لن تنتهي. والكابتن ماجد وسوباسو، والحلقه دي هنحكي فيها عن قصه كفاح وحياه كابتن ماجد مش كابتن صلاح. معلش يا مو سامحنا، بس احنا داخلين كابتن ماجد. خلاص يا عم انت مشهور، لكن هو لسه بدري عليه. بدء المباراه. بصوا، ريو ده اللي هو كان عمر، فاكرين عمر صاحبه اللي كان معاه كان بيلعب في الدفاع؟ هو النهارده هنا اسمه ريو، مش عارف ليه سموه ريو، بس هو كان تلاقي عليه عمر جامد. مش عارف اقول كلمه ثانيه. بيقول لك كمدافع جريء. ها فلتبدا نحن بالانتظار. يلا يا معلم، احنا بنعمل ايه يا باشا؟ باشا لا 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 لا، مش انا ياض اللي هتعمل معايا كده زحلقه وحركات. انسى ياض. ولا كابتن ماجد، يلا اجري ياض، اجري ياض، اجري بسرعه ياض. ولا يا رجاله، في يا رجاله، خش يا ماجد. اوف على الحركه دي. شوتشو ここだ. تصد يا باشا، تصد يا باشا. سوري كوي سباسا سينباي. الهزار اللي ملوش اي معنى ده يا جدعان. هشوت فيها جول. شوت يا لو دخل جول بقى. ايوه بقى يا ماجد. سوري يا ابن لاتينا محظوظ. انا لازم اكسب الماتش ده يا جدعان عشان اخش اللي بعده، فيعني اسمحوا لي ان انا استسلم واكسب الماتش باي شكل كان. ياتا سوري مرات ده ياتا. ها يوش هايابوسا شوت ده سوري. ياتا سوري كوكو ده مرات ده. ها اقسم بالله اصعب من فيفا، والله العظيم اصعب من فيفا. كيف جي كوكو ده. يمكن يكون يتعب، يمكن يكون يتعب وتخش بيه. مسكنا كده بس. تعب تعب. سوريت كمالكا ايكي هايابوسا شوتا سوكودا. جول بقى، جول بقى، جول بقى، يخش بيها جوه يا عم. ايوه بقى، ايوه بقى يا عم، الماتش يخلص بقى يا عم. طلعته هنا يا عم. ايه ده يا عم ده؟ والله الواحد عصبت حرقت اكتر من الفيفا يا جدع، والله حرام. انا اتزحلقت على الواد، خدته يمين في شمال في هوب جون. يا لهوي طلع عيني. مش كده يا جدع، ده الجون اللي بيتعب اخر الماتش ده. اوعى بقى يلحق الواد، معاهم 3 دقايق وقت بدل ضايع يا جدعان، واحنا الحمد لله بنحاول نحافظ والدنيا ماشيه تمام لغايه دلوقتي. ممكن دخل جول تاني. ولا نفس الولا ولا ايه؟ يا ولد لا مسكها مسكها، مش الدرجات دي يعني، مش من نص الملعب يعني، مش بلعب كابتن ماجد. الحكم ما شاء الله عنده الثلاث دقايق دول ما بيخلصوش. ايه يا عم، في ايه يا عم؟ ده احنا ثلاث دقايق عدوا في اليوتيوب يا عم. والحمد لله كسبنا الحلقه الثالثه من كابتن ماجد، اللي هي تعتبر الثانيه عندكم، بس انا لعبت ثلاث مباريات. كسبنا الحمد لله، والفريق فرحان ومامورو جاي مبسوط، وريو جاي بيشجعنا بيقول له التالي هي البطوله الوطنيه، وان شاء الله طالعين على البطوله الوطنيه يا رجاله. طبعا هاني ماجواير اللي جايبينه من اليابان تعبان وزعلان جدا، بس معلش ما علينا. واضح ان في فرق تانية ابتدت تظهر من حتت مختلفه، وشكلهم كده بينمروا ان هم يكسبوا، وربنا يستر علينا. اوبا المدرب وصل وقال لهم انا ممثل الاتحاد الياباني لكره القدم. قال له يبقى انت بقى بتقيمنا وبتاع والكلام ده. قال له يا باشا جاي اقيمكم، وقيم الراجل المحترم اللي اسمه كابتن ماجد.
الرجاله تقريبا ما عجبهاش الكلام وخدت بعضها ومشيت. بس والله الفريق اللي وصلنا عنده روح حلوه يعني، بيقول لنا احنا هنشجعكم ان شاء الله في البطوله الجايه، وكابتن ماجد عامل شغل حلو ورائع، ولو ان انا ما شفتوش طول الماتش، مفيش غير اخر الماتش هي باصه عدنا دخلنا بيها جول. مش محمد صلاح انت يا حبيبي، مش محمد صلاح انت، قصه خياليه. عايز تنافس مين؟ تنافس مين يا ابني؟ بقول لك انت مش محمد صلاح. ظن انه سايكو ايه، كريستيانو يعني مثلا، ميسي مثلا حضرتك، انت مالك انت؟ مين تارو ميساكي ده كمان؟ طب هو عايز ينافس واحد بيدخلنا انا في قصته؟ انا مالي انا بالقصه دي؟ والمدرب اللي شبه ابوه مش عارف ده ظروفه معاه، والمدرب بتاع الاتحاد الوطني، الاثنين شايفين ان كابتن ماجد احسن لعيب. ده مش تليفوني والله، ده تليفوني، انا مستنيه زي زيك والله. حتى بص حواليا، مدرسه جديده ويوم جديد، ومش عارفين مين اللي جاي بارزنا النهارده يا جدعان. احنا جايين جاهزين، لكن عدونا شكله المره دي جامد وتقيل. اوكي ده مازن، حد فاكر مازن يا جدعان؟ كان عنده القلب الواد ده؟ اه والله انا فاكر كان عنده القلب. اوه رعب كمان يا حلولة. بسام ولا ده؟ بسام ومازن هيتحدوا بعض. بص قلبه ولا، قلت لك عنده القلب. بص بص يا لهوي، اتخض عليه بسام، وقف الكوره. لول وقع ولا، انتوا بتلعبوا صاحبكم واقع يا ابني تعبيط. طلع الكرة لبرا، فين الأخلاق الرياضية؟ ولا كأن أصلا ليهم كلب ميت في الملعب، عارف ملهمش دعوة. دلوقتي جاي تفتكر إن هو صاحبك وتعب، إيه العيال دي يا جدعان؟ في يعني مش عارف أقول إيه، مفيش ضمير. طبعا انتهت المباراة بفوز بسام، لأن الراجل التاني عنده القلب وعنده مشكلة ولازم يلحق المستشفى، فإحنا مفيش مشكلة، بسام موجود. ما تسألنيش مين ده، عشان أنا كنت فاكر زيك إن هو أبو بسام، بس تقريبا مش أبوه. طلع المدرب، اسمه مدرب كير. بيقول له مش عايز قلبك يبقى طيب تاني، ولما تلاقي المنافس بيقع يدوس عليه. قال له كابتن والتاني اللي وراه يا فضحتي، عارفين الحاجات دي. الناحيه الثانيه عندنا كابتن ماجد بيتمرن والدنيا معاه اخر حلاوه، وشكل المباراه هتبقى حماسيه يا جدعان، واللي جاهز يقول لي يلا بينا بالصلاه على النبي. وبتبدا فعلا المباراه مع الاخوين شوقي. يا الله يا الله، انا فاكرهم كده، هم الاخوين شوقي بالنسبه لي. خايفين من كابتن ماجد، بيقول لك هنحطه تحت المراقبه. لسه اعرف انا مدرسه اعدادي ايه اللي بتعمل بطوله في كره القدم وبيجيها جمهور قد عدد الجمهوريه. يا سلام، الفريق اللي كسبناه جاي يشجعنا يا لول. الواد عمر ده ليه اصحاب جدعان. وقال تبدا المباراه والركله الحره يا ولداه، وانها باصه والثانيه. لا يا جدعان مش عايزين دوشه، عندنا قصه هنا لو سمحتوا، وهي قصه حزينه. اوبا يا سلام عليك، يا سلام عليك، يا سلام عليك. الولد ده ما بيخيبش يا جدعان، اتعب الجول حتى لو ما دخلتش. اديله يا اديله يا، المفروض يتعبوا، المفروض يتعبوا اكتر من كده شويه. لا برضه صحته كانت رايحه. خد بالك كابتن ماجد المره دي بيلعب هجوم، والقصه هتبقى قويه شويه. اوبا يا توسوباسي، اوبا يا توسوباسي، اوبا. الله، هجمه الثانيه ولا اوعى يديك بالكتف، يلا اوعى يلا يديك بالكتف. كامي سوري تاكل ده ايه؟ بص دي ما فيهاش اي روح رياضيه، ما لكوش دعوه بالعيال دي. هكسر هكسر، وانا عندي اللي يكسر. اوعى اوعى يا لهوي يا لهوي، الولد متهور. يخرب بيتك، لا 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 لا، امسك امسك نفسك يا وليد. ما تستغربوش ان انا بندق باساميهم، بس انا عارفهم كده يعني، فاهمين يعني دماغي ماشيه كده. حاجة عرفتها عن كابتن ماجد يا جدعان، ان هو اناني، اناني جدا لابعد الحدود، ودايما بيحاول يشوط هو الكورة، وبرده مفيش فايدة بتروح مننا. يا رب يلحق يشوط، يا رب. اوه اجري يا سوجي، اجري يا سوجي، اجري يا سوجي، اعمل اي حاجة، اي حاجة يا سوجي، اي حاجة. لا مش اي حاجة للدرجة دي يا سوجي، يلعب. ناني كوريدا، حد يصد، حد يصد. سوكودا، الحمد لله وصدها. كوريدا لا يا ولاد الايه، رايحين يحطوا جول، رايحين يحطوا جول، الحمد لله. جدع يالا، اوه مش جدع خالص. لا 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 لا، اوه الحمد لله، الحمد لله الشوط الاول عدى على خير يا جدعان. الفريق مش عامل احسن اللي عليه، والمدرب متضايق يا جدعان. لم تنتهي المعركه، انت كابتن ماجد مصاب، الحق. ده بيقول لك انا مصاب، مش هينفع اقول للناس اللي معايا في الملعب. يا لهوي، اوه متعور في رجله، عايزه هي الممرضه بقى تعمل له رجله. مش الفيديو دي اللي هي معجبه جدا بكابتن ماجد؟ ما علينا ما علينا، المهم يعني في الاخر هيتعالج ويخش يلعب. اتاري برضه انا بجري بيه بيتصاب بسرعه وبيقع بسرعه. اي شوط على الجون دلوقتي هتهلك الجون، فبمنتهى البساطه اي شوطه حلوه هنشوطها على الجون هتقوم جايه داخله جون.
فالمفروض نعمل ايه دلوقتي؟ نشوط على الجون. دي بالنا كلنا والله يا صبتك يا ماجد والله يا صبتك محسوس يا ابني. نحاول يلا بقى شوطه بقى شوطه حلوه بقى يا ابني شوط يا ابني شوطه حلوه يا ابني هيشوط لا الحمد لله الحيط يس اوه هيشوط 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 بكامل قوته لا 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 خش عمر علي النعمه انت يا وليد وليد يا جدعان وليد مش عمر شوط يلا شوط يلا شوط يلا يا ابني شوط وانت قريب منه شوط يلا عجوني يلا شوط يلا عجوني يلا بعز ما فيك يلا يلا واحده بقى واحده ماجد بقى واحده بعز ما فيك جول جول يا اسطى اوه هي دي الكوره يا جدعان بره بره لول ازاي بره يا اسطى ازاي بره انت كابتن ماجد انت عين صقر ايه الكلام ده بخسر خساره غير جيده بالمره يا رب تخش جول يا رب تخش جول اي حد بقى اي حد شوت يلا شوت يلا شوت يلا شوت على الجون بعز ما فيك يلا بعز ما فيك تاني 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 يلا ياض كمان واحده كمان واحده خلاص هو اصلا بيجيب اخره هو اصلا بيجيب اخره اجري 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 شوف بقى واحده بقى واحده بقى جون بقى يا سلام ايه الواد ده يا جدعان مخشش فيه ولا كوره خلاص هو بيموت اصلا دي 54 يا رب يا رب يا رب لا 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 هيهاجموا هجمه مرتده تجيبوا هم جول ها ايه كسيجي مرتده ده سوري تسباسا يلا بقى يلا بقى جول بقى جول بقى واحده بس واحده بس يا سلام يا سلام يا كويتس ده それ当然さ舐めるな يلا بقى بتاعتك بقى بتاعتك بقى شوط على الجون شوط على الجون وانت داخل وانت داخل يا رب يا رب يا رب يا سلام في اخر لحظه مع صفاره الحكم يا جدعان يا لهوي يا لهوي تعبوني اقسم بالله يا لهوي شوطه في الثانيه في الثالثه حتى مش شوطه خارقه ده لعيب دفاع اصلا رقم 3 ده انا ما شفتوش قبل كده ما اعرفوش يا لهوي عدت من ايده ايه خلصانه يا باشا هم معاهم نقطتين اوه هيحاولوا يعوضوا هيحاولوا يعوضوا اوكي لسه بدري لسه بدري الكوره معانا الكوره معانا يوش صرا مرتا الحمد لله صفر الحمد لله صفر واه كسبنا يا جدعان كسبنا بنفس طريق كابتن ماجد بعد انتهاء المباراه واضح جدا ان هو هيقابل الاخوين شوقي وما صدقنا ان احنا وصلنا لغايه هنا والراجل بيحترمنا مننا كسبناه مش احنا طبعا وبيحترم كابتن ماجد هو ما عرفناش ده اذا كان موجود اصلا في عالم الواقع بس انا مش عايز اقول لكم ان انا بعيش خيالي وخيال الطفوله العميق هنا معاكم في الجيم دي ذكريات الكابتن بسام يستعد وواضح ان احنا هنواجه الكابتن بسام مش موبايل انا برضو والله موبايل حد منهم تقريبا ماجد هنقف بقى هنا ونستنى الحلقه الجايه ان شاء الله نواجه فيها الاخوان شوقي واللي يعرف عنهم اي حاجه اكتب لنا في الكومنتات وما تنسوش اللي معايا على السناب خليك معايا على طول عشان هتشوف كل الجديد هناك ولو نسيت الاكونت اهو اهو يلا بقى بسرعه اشوفك بقى هناك باي باي.